هاي الاولاد الاولاد تحس تحس روحي بارون عرفت سمحني ليش شنو الساعه هذاك ساعه شفتوا هذاك مخلط ما بين كواسون و باو شوكولا باو شوك و باو شوكولا نوازيت هذاك ما يمسها حتى حد لي باو شوك باو شوك اي اي فما واحد في بومال هوني مره مشيت ناخذ من عنده فازه خذيت فازه حسيت ما فهمتش شنو قلت له شنو هي اسمها هذاك طلع اسمها اها طلع شي نقول اي حكايه معناها تريبل اموند يود تقول اسم مارم بوش تريبل اموند اموند اي اي مطل فوق والداخل ومن برا وعلى الجنبيت اللي هو بيلير باتيسري بيلير نعمل لها بيوب خاطر ديما ديما ناخذ من عندها برجوليا دونك يا سيدي نحن في بومهل اول مره نشوف صيف قبل نص النهار خاطر اخر مره شفته قبل نص النهار لها عامين في اول ابيزود كول تايم قمنا بكري اكسبسيونيلمون خاطر اليوم ماشيين للسفيقس زيد نفس السبونس هذا الكل فيكم مكتوبه في التيتر الحكايه ليكم برشا تقولوا لنا مشيو للسفيقس دونك انا ماشي للسفيقس شوف شوف الصيف كي يقضي كيف هي معناها ونحن اربعه معناتها بالبرشا بزاف خاطر في مخي ديما مش نحن اربعه ديما الدنيا باش توفى صيف صحيح دونك هذوما اربع كرواسون باون شوكولا سته ولا قداش الصيف رانا نحن اربعه ما نتم مو ديما انا فودو توا خلطنا السفيقس احنا توا في 5 اوت داكوغ دونك هوروزمون جاي معانا صديقي وخويا بون هو كول تايمر كول تايمر وجيمر وشنو هو برشا دي فيجورين انجينيور دونك ملي بدينا الشين هذايا قداش من ميساج يجيو للسفيقس يجيو للسفيقس برشا دونك انا جينا دونك معانا علي نورمالمون باش يورينا برشا دي بون بلون اسمعني في بالك عندك ريسبونسابيلتي كبيره انت خاطر الشخصيه الكل بالضبط باش يقولوا لك اش بيك ما زيتهمش الدراويين واش بيك ما زيتهمش البلاصه هذيك بحكم البلاصه واحد وكل ان شاء الله باش نمشيو معنيش برشا وقت معنيش برشا وقت توا قديه 16 17 نفهموا العباد اللي احنا جينا باش نحضروا للتيديكس البحر قلنا نجيو قبل بنهار باش نعملوا امتي فلوغ ونرتاحوا في عقلنا وكذا وفيك شطر النهار تعدى في الثنيه جوست حاجه من تو نقولها خاطر بعد شي يهبلونا في الكومنتات الجواج مش ناكلوها من تو دونك هذاك ككومنتير شبيكم ما كنيتوش الجواج انا باش ناكلوها اما غدوه الجواج دونك تو باش نمشيو لادريس قلنا عليها علي هي ماتادور ان شاء الله هوني في 5 اوت عند البسبيس طياره عربي كل شيء بالبسبيس هي تراديسيون سبيرتيف اسمعني سكي بيان شوف سبيرتيف انا ديما نقولها السفق والدمق عدول الدمق انا نصور عدول الدمق احنا جينا على الكسكسي بالبسبيس نورمالمون عنده عليه برشا دوموند دونك ما دونك ما يقعدش سي نورمال معناها دونك احنا جينا مأخر شويه ميسالش دونك نتصور مره اخرى ان شاء الله نرجعوا اما القليه فما القليه اللي هي القليه الفخسيه راهي مبدله مش كما ناكلوها في تونس حاجه اخرى معناها لحم عظم ما نتفكر مره ذقته وهو ذاك تاع النصر فكركم قال لنا كيما الفخس بالضبط وصل قال حتى في الشخص ما بقاش هكا مكتوب رباس فاكسيان معناها انا كي نمشي للفخس باش نلقى نفس الكاليتي نفس خينا سفيخس دوك لا لا هو سفيخس لا هو سفيخس لقلية ساعة خلنا نشوفوا بحثها وطن نشوفوا الفضل الأخرين يا العنبوك عايش كوي دوك كيما قلت لك معناه كنت نجي معناه نقرأ قليل لأنه كله كنت نجي نختار لأنه حتى بعطيتي معناه مرتي كانت تقرأ في البوزارة كيف كيف معناه ما نبغو منين ما نبغو ولا دوك كنت جينا مو في جي كوستي بسبيس صحيح بس وعنده حتى معناها حتى البليبي هوني مش كيما في ريستو اخر صراحه هو يعمل البليبي يعمل البليبي شوف عنده تو ولا لا اما بالحق باسكو في سفيقس معناها سين بون شوز كي ريستو يعمل مثلا البليبي وقليه و والله كوستي بسبيس ما كيفاش كونسيسوا باغ اكزومبل نحن في تونس نورمالمون خويا البليبي تلقاه يعمل كان البليبي على ليميت صحن تونسي دجاجي كذا تحسوا وقتها تحسوا كاليتاتيف فما كيبدا عنده كل شيء مي بي با اكسيلي في كل شيء هنا ماهوش العام 12 شهر البليبي هوني شهرين في العام الكاسكروت العربي مثلا كان في رمضان في الستو هذايا نحكي فهمت معناها يعني عنده دي بلا يعملهم في السيزوني كيما تنقول ينجم يكون عنده كل شيء وباهي في كل شيء ينجم صراحه معناها انا البلا اللي جربته هوني سافا معناها باهي 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 با
بالحق بالرشاه معناها بالرشاه. اي سيدي جي دونك الدمق هذايا نعرف خويا الليله. اول حاجه قالها علي قبيل قال لك جي هو كلي هوني الصباح وجيت هكا بالضبط معناها مشكل يحاول نفس لي بلا معناها اللي ليتهم الصباح واحد وكل شيء ما بدل حتى شيء حتى الميزجار واحد وكل هو نفسه صحيح. باهي نلاحظوا اللي فما المرقاز قاعد يتعاود برشا وين الدور تلقى المرقاز شنو يبحث المرقاز. بون عندنا في صفاقس برشا حاجات بالمرقاز احنا هوني نقولوا مثلا حاجه بالقديد والا بالمسلي معناها راهي مش تكون بالقديد معناها الحم شيق والا مرقاز شيق. اوكي نورمالمون مش نفس المرقاز مش المرقاز يتاخذ مع جزر وتشويه لا هذا يشيح ويتغلب يتغلس في الزيت وحده كل عندنا عجه من غادي صراحة دي الصحة معناها حبي يذوقنا حبي يودنا وعنده الكفتاجي كما في تونس يعملوه. اسمعني شقالوا كل بلا نحكيو عليه كي ناكلوه معناها صحيت دونك جوست نقول شنو هي فما وقت أول ليه قاعدين يشوفوا راهو فيش فما ما فما حتى مشكل. أي سيدي برا به لازم نشقول دونك ستوندار ستوندار أما الصوص هذايا والله أنا بدي أنتريغيتني معناها ماهيش ماهيش مايونيز أما مستحمرة شوية دونك مستحمرة بسم الله فما جو ميستيريو والسلطه مشويه كلي فيها برشا فلفل طيب برشوريه بنين على الاخر خبز بنين على الاخر هذاك الفيف خبز الفيف هذاك الفيف خبز الفيف خبز الفيف خبز الفيف هذاك الفيف نقاو كم شيخ بنين على الاخر ويمشي ساندويتشات يمشي يعملوا ديجا يعملوا عندهم ساندويتش اسمه الكافتي جينوا كافتي جينوا كافتي جينوا ونصور كافتيجي في الخبز هذا يعمل تصور صحيح خصيهم من برا ما يلوم الداخل هذا هو بالرسمي الفيف هاي حارة ريسة شلفطة حارة شلفط نمشي في الزيت ما تشلفط متعدية يا خويا عاوزينك ما دامنا في الخبز خلينا نكملوا في الخبز نكملوا هذيك اش قولك باهي انا نقول كافتيجي بالفيف الكافتيجي الفيف راه عنده شخصية معناها الكافتيجي ماهوش هكا اللي براويجة لا لا عنده شخصية الريستو هذايا هكا لي جونر كيفاش هوني معناتها الناس الكل تعرفهم اللي ما عليهمش كلام فهمت معناها صحيح فالور سيغ فالور سيغ هوني معروف على الاخر الريستو هذا بون نقولوا احنا في الزون نتاعو معروف بالبيت يعني القضية كي تخرج ما تخرجش في حدا بالضبط دونك هذا صح يخرج تخرج مع السلطة كورتيج كامل معناها هكا هي سلطة هكا بارية باه مش لي سوس بالله هذاك لا كومبانيوني معاه ما جبش دروحي لازم لي نكري دابا اي خاطر راس ما هي بيد هوني راه ترجعها نتكلم في منو ياسر سبيكتاكولير البلاوير فما عرض معناها بصراحه فوق شنو البحث هذا انا لي زانغريدون تاع عجه في بيتزا اش اسمها هذه بيتزا تونسيه باهي باهي دونك هاك العظمه في الوسط انا المدور هذايا بصراحه هو بنته برجريه مع الكافتيجي الفريت هذايا المدور سيديات بصراحه نحب نذوق الكسكسي خاطر احنا جينا بالذمه راهو مش على حال الناس الكل راهي تحكي وانا اول مره بصراحه باش ناكل كسكسي بالمقياس معناها فما تحس فما معناها بالحق ذوق تجربه اخرى مش كسكسي ان شاء الله ما يقطعش بالمره هكا جد بالذمه ولا بي ديجا نوع الكسكسي اللي كي تغرف ما تعرفش انت وزارك شنو يطلع لك انا كي لازم نتارك البسباس يتفور صح. مع الكسكسي البسباس يتفور مع الكسكسي يتفور مع الكسكسي اي نظر في وجهه برجو لك تجيب وحده فهمت جو ترد بسم الله يميمت شنو هي هذا؟ خزل لي تحت البسباس عندنا هوني طيب بسباس سي ان ايفينمون لازم يطيب اون كرون كونتيتي وياخذ برشا وقت باش يطيب معناها احنا مثلا صغار كي مش يطيب ومش تلموا امي وخالاتي وش يطيبوا مع بعضهم ونفكروا اللي هو صحيح هو بلان تاع مناسبات وهذا صحن الجيران صحيح مش مناسبات مي بالحق معناها سي ان ايفينمون جوستومون هو هي الماكله هذه هي نوع الماكله اللي تلم حتى ما عندكش ايفينمون طيب الكسكسي هذا ولا فما ايفينمون هذا هو الكسكسي بالفرفوشه نعم نحن كسكسي بسباس في تونس زعما فرفوشة لا علاقة بهذا معناها هذايا تحسوا بسباس من كسكسي مش كسكسي فهمت اي مبسبس اكثر مبسبس برونونسي على الاخر اي صحيح ومحرحر محرحر فما توزويزة هي صحيح مش محرحر توزويزة انا بالنسبة لي بيرسونيلمون اول مرة نذوق الجو هذا نتاع كسكسي ما نعرفوش بالنسبة لي بخي انا تغزرت هكا حسيتو كوميم موش غير رخيص انا الرافي 22 شنو هو البلا مثلا اللي هذاك هذا بيتزا باغ اكزومبل بون البيتزا من 13 دينار حتى ال 20 بيتزا في بالي اسوء مع عادي الكاليتي هي اللي تعطيك ريزون على البري فهمت امور كونتيتي
اوني داكور كونتيتي برجوليه اكد لك راهي هذيك جاوهم به البلا هو نفسه فهمت وي باش ما تيحش هو بيدي في البي اتش نتاع غدوة كي يجي حد رحيل واش بيك عطيتهم اكثر رحيل شابيتر العجه حسب ما فهمت فما لحم تاع قلايه هذا كانوا مامون لحم مشيخ معناها قديد قديدي فيه اوكي وهذا فلفل انا حبيت نقول اللي في العجوج انا ما نقولوا هذا في تونس معناها اون بو كونكورونسي اي اما لا عاملينه بالقديد راه مش لاحظ قديد وي معناها فاز مش فما مركز ولا 3 2 1 انا هزيت باللحمه والله بيزار كيفاش سيف يحكي ومالك صحيح والله بالقديده قديدي فيه لا مش بالقديده والله بيزغمر بطاطا في العجل ما تعجبنيش برشا نعم قد تظلي تشرب الصوص ولا كيفاش وتولي بوغ وبرسونيل القديدة ريت قديدة اي صحيح كيفاش القديدة غاردي الجو نتاعها اون ديري ماهيش مغطله في بون الحقيقه بينا ما جاتنيش كسوربريز نتاع لي بلا الاخرين فهمت قصدي فهذا باقي كلي جو بليز او موان عفوا اما الكسكسي ولا كفتيج سوربريز الكسكسي ديكوفرت اي كسكسي سورتو انا نقول نتعداو القرايه ريتو كثر في الزيت هذاك البنه كلها غالي تيح عليه الروايح هذاك باش يخرجوا الشيف في خدمه خاطر فيه الجون تاع اللحم هذاك اكزاكتومون زي في قوتو اكزاكتومون هذه هي اللحم وزيت ولا تو سامبلومون فماش حاجه زيت عظم صحيح ليه بس حسيتو كبده ولا الجون تاع اللحم هو هو اللحم انا داري جدي كبده انا برامو كبده انت بارفي ريته فيه مطعم مطعم تاع هكا برامي تمسلك في مطعم مطعم العيد نتفكر روحي هذيك كليتها قبل وانا صغير وكيفاش يجيب اللحم هكا تري هكا معناها يطيب على مرتين المره الاولى يتسمط والثاني مره يتقلى في الزيت هذاك عليه فوالا من قبل الحاجات اللي فيه طنبله برسم اون فيت ولا ريت الزيت تاع الحم فما كوتي اديكتيف ما ترجع تحلو كزيت اما سامحني باش نرجع لكم للابيزود تاع النصر اللي قال لي قدها كيما سويقس ما نفكرهاش هكا منين راهي اما مانيش هي بيدا لا لا مستحيل مانيش هي بيدا مستحيل هذه حاجه اخرى جمله ساعه راهو اللحم يذوب هذه لوروجينال لوروجينال على الاخر ليه هو كي تشوفها كي تظهر لك فيسع فيسع تتقد خاطر ابريتو مقلي اما فاست اللحم يطيب على مرتين على مرتين معناها فيها خدمه فما خدمه وذي الكل وزيدهم من الفيف خبز بنين برشا اسماني بوسيبل هذه تكون ابن قليه في الساقس هذاك اسكو القليه اللي في باختي ماك اللي بلا اللي يقول لك ليه مثلا طيبوا في دارخي ولا اللي في باختي ماك اللي بلا نتاع ما تاكلوا كان في ريستورون معناها جينيرالمون ابن في الدار دونك معناها كي انا اليوم ذقته بصراحه معناها قريب برشا ولا اون ديري هو نفسه اللي ناكلوا في الدار معناها مش كيما نحن مثلا البلابي عندنا اللي ما تنجمش طيبوه في الدار حتى كي طيبوا بنين حتى تجيب نفس السيد ما تجيبوا الشيف للدار ما يجيبوه لك معناها هذا بلوتو كيما الجوقه ديما اعز فيرسيون على البيسي كيف القلايه هذول اعز فيرسيون في الدار بيان سور كليتو حتى الان الكل راهو ديالي كل نتاع الدار فهمت صحيح باه زاد البيتزا قال لك يا سيدي السوبر ستار هذايا بدينا نعمل ضربه سباجيتي قبل ما نعمل هذيك انا مش سباجيتي صوص هذيك صوص زي نعرفها الفازا قال مو في كيف كيف الكل صحيح حتى في تونس هذايا دو باساج بسم الله مقرونه نوت خايم تاع صوص معناها السلام انا مقرونه وعليه ماهوش قاعد هو قاعد يذوق توا قول لي انت علاش؟ عليه نغدر مرتهم طيب العشاء يستنى في السنه فهمني بطاطا ومرقيس معناها اللي جاي كيفاش كيفاش جات الشيف اسكو مش بالعاني كب صحن جات على الوحدة يا اخي قال نعمل سبيشاليتي تعرف انت تفضل والا معناها لك الشلاف في الدار ورقه وستيلو تفضلها بكلمه واحده هذيك كرياسيون عرفتها كيما في الجاز مش بيتزا كرياسيون كيما الجيتاريست يعمل كور غير تقول لك في الجاز صحيح مريك هاي سيدي ترد ترد بسم الله وكل واحد يستنى في الاخر باش نقول استنى في كل هذه ماني حاجه تكرهها ديما هون هيك ولا انا اول مره نرى ولا حقيقه انا ما فهمتهاش برج الايام تحب الصوص لا الصوص لا ذوقها مع العظمه شوف اش تعطي هو عرفتك اللي كل انجريديون وحده بنين جو المرقيس بنين العظمه اما ما تحزم تدري كيفيه مخي ما قبليش هي في بيتزا كيفيه
نعم برج لي بعدك القلايه يا خويا كملهم لي بلاك قاعدين نعاودوا بالفور تو كيفاش الادريس الجايه دونك المشكله يا جماعه سكو جينا على مش نهارين تي نهار ونص هو عرفت ونهار منهم في تيديكس بالبحر اللي هو باش يخدمنا معنا شطر نهار دونك نورمالمون نتقابلوا غدوه نحن خطوا كملنا نتقابلوا غدوه باش نذوقوا شنو جواجب و ابارامون كرواسون بالغلاس كرواسون بالغلاس قبل غد اي مش نورمال الجو انا تفرج في الـ في لي تروا سيزون طياره من البارح من البارح تو نحكيوا على جو فيديو لا لا مونغا مونغا بدل بدلت يو كل تايمز دونك احنا في النهار الثاني احنا في غدوه تو شينا لادريس باتيسخي هي في باب بحر ريس يقول لك تعمل ريوش بالكلاس ريوش سوتي لا عليك ريوش بالكلاس دونك بريوش بالكلاس علي تاع البارح تاع البارح ورا انا في البريوش بالكلاس هذي في صفاقس معروف برشا والعبيد كل تحبه معناه وهو الوحيد اللي يخدم فيه معناه هذيك العارم اللي كنا عنده توجه جستو مونا جيت شنسلك توا كي قال لي من الاول البارح قال لي بريوش بالجلاس تخيلت كرواسون ولا حاجه اون فيت يقصدوا فان بريوشي فانكوش ولا فانكوش معناه نحن نقولوا له فانكوش فانكوشي اكثر من اي فوالا ملا ايدي معناه بيجي تحط جلاس فانكوش بالرسمي انا نحسها فازه تاع ديزازياتيك تاع شبابنا هذي ولا بالحق تحسها تحس واحد نهار ما عنده شيء جيعان هو في الدار ما عنده شيء لقى جلاس وخبز حطه بالضبط مشيت هكاك نقطه مهمه جلاس قد فيه هو مش اي شيء قد فيه هو قد فيه هو ويتاكل شنيه الصباح العشيه نتاع شنو نتاع هكاك تحريش 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 احنا نعمل قبل كسكول بتاعي هو ما عنده كسكول بالجلاس هذيك هو ولا جلاس واحد ترى جلاس واحد ترى بسم الله فاني كلاس شوكولا مزيج ولا يا ابني كان ريتو كل بوم وكل طعمه مش حلو برشا كلاس هي نتصور لو تقدم مع بعضهم ولا مع بعضهم بيرده ماين فريزر ترا خشوف انا بسم الله اسمعني واخدم ديجا الفكره انك تقدم في كلاس فهم برش عميد ما تحمليش راهو معنا سنيه كمان إذا كانش عطين الخبز باش تكتب شو سبارتين بالخبز فهمت ماذا؟ بالحق الحقيقة دركي فيه ما أنا فهمتيش لا لا مالك أسمعني برش مش بينا راهو لا 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 نعرف كمان هم نعاونك أنا شوف قبل ما تقدم لازمك ساعه تخدم ولا ساندويتش لازمك تغفصوا شويه فاهم والله اوريجينال الحقيقه الكل موش حلو ماني حتى الخبز والبلاس نتصور بعصيف اكثر منه باس وانا خاطر برد تو اون فيت ستينس من الاول ما تقول بيز اما بعد ولي اديكتيف كان جيت مثلا نسكن هوني بس كحاجه باش نرجع ديما ناخذ منها ديما ناخذ منها والله احنا احنا هوني معناها عطى دو فيز انا مش نتعدي وناخذ اي بون تو ملي صغار ممكن وحاجه انا الحقيقه تو هكا ما نتصورش اللي حاجه باش تولي في ليزابيتود نتاعي اما بور لوكو حاجه اوريجينال او كما جربتها مره فهمت فما قهوه هوني عند الجاتو اللي كنا نحكي لك عليه هي اللي تعمل فيه احسن وحده في سويس واللي هو المسكوفيتش هذاك ايل باري سي تون سبيسياليتي روس جابوها من وقت الحرب لسويس وقعدت وفما معناها 4 ولا 5 بوينت فونت يخدموا فيها مي عندنا هوني كلود الان احسن وحده تخدم فيها نعملوا طلا بعيد هو لا هوني اسمع راهو قاعدين يكتشفوا كيفنا كيفكم راهو بالرسمي اوكي ايدي معناها ما عنديش فكره جمله معناها هذا خويا لو فامو ميسكوفيتش ميسكوفيتش اي هذا كيما قلت لك دونك من الحوايج اللي نعرفوه ملي احنا صغار وكيف كيف والدينا ملي هما صغار يعرفوه صحيح كل صحيح بون ما قريتها كان في صفاقس والناس الكل اللي نعرفهم يقولوا اللي هي كان في صفاقس موجوده فهمت دونك نحن تو في قهوه كلود الا نورمالمون هذه ابن واحده باش نجم نذوقها في صفاقس دونك هزنا عليه ما نحكي لي جاتو شنو هو اول واحد عمله الحقيقه تخيلت باتيسري تخيلت باتيسري تاع القهوه راهو قهوه معناها رانا في قهوه شعبيه معناها اما من عند شكون ياخذوها اسكو هما يعملوها القهوه شيف نطر نسلوه نحن الجاتو هذا انتم تعملوه معناها وحد انتم تعملوه في الدار معناها يعملوه في الدار وتبيع عندكم اتوليه باهي 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 بسم الله
يا ميمتي الجو يتبدل، الجو يمشي كل مره تزيد حاجه. ممكن اكثر حاجه حسيتها اندستريال هي كما باج هذاك اللي فوق يعطيك الصحه المينيه ذوما فرد فم يرحم والديك يا اخويا، يعطيكم الصحه يبارك لك. عايش يا غالي، عايش عايش. هو برشا نقول على اللوز، اي لوز زي لاموند. هو اسكو ديما هكا زي معناها هذا احسن نيفو تكستور. انا مش في بالي باش حاجه يابسه، تري على الاخر، تري على الاخر صحيح. اي اي هكا جرافيكمون خاطر بليتر ليماج تظهر لي بسكوي، بس هو لا لا تري على الاخر ذوب، فهمت؟ صحيح. كريم شونتيي جو سوي با فان حتى ديسير اللي يحط لك برشا كريم شونتيي، مي هوني حاجه تراديسيونيل معناها تتعمل لك هكا حاصيلو الكل هذيك برشا قوم تاع اللوز برونونسي على الاخر، تحس برشا حاجات. سامحني مالك، لامبورتون اني راه تتعدى بالقهوه ولا تمشي كيكا الفيلم تاع القهوه كيبل ال وحاجه اخرى فما الجوز الزمي. هذول اول اول ديسير تعمل زي في تونس مش بقلاوه البي، لا بقلاوه البي فما نعرف بقلاوه التركيه. انا حاسس اسمه كما الثوره البولشيفيك هذيك، حاسو ايفينمون هو صار في روسيا يا اخي سموا عليه جاتو. باه تو يا سيدي بقى باش نمشيو لو فامو، يقول لك لو ميور اي بور لا فان لو بيست كوم لا، خاطر باز معناها كي مش نمشيو له لي كومونتير كل باش يقولوا صحيت. اما بقات كيستيون جويجم، اسكو نتاع شيشة ولا شكون عايشة؟ الزوز ماهوش نفس ال شيشة نفس الكومبوزيسيون. شيشة حسيتو أكثر منه شين معناها فهم برشا أي مي شيشة بلو معناها فرويسيك أكثر من عايشة، عايشة فرويتي أكثر، فهمت؟ دونك ميم مع العلم أنه الأوريجينال جويجم الأوريجينال اللي هو ما عادش موجود جملة قبل شيت لك الكاس يحط لك بورسيون تاع اللوز بورسيون تاع كاجو بورسيون شويه دو جلو بانان ويصب لي غرت العرب. توا نقصوا في لي بورسيون تاع لي فروي سيك، بدلوهم شويه غله شويه بسكوي شوكولا، فهمت؟ مي هذيك هي الاوريجينال معناها. دونك نقولوا احنا الحشيشه اقرب للاوريجينال من عايشه. هو راهو اي حاجه تراديسيونيل راهي باش تتعدى بالموديرنيزاسيون نتاع باش تزيد فيها شوكولاته باش تزيد هي الملاوي، الملاوي بكلها ولا انت تعمل بالشوكولاته معناها ديري كريب معناها كذا. اي في تونس نعرفش كان هنا يعملوا ولا اسكو الكولتور تاع الملاوي موجوده هنا معناها يعملوا ملاوي؟ يعملوا ملاوي مش كيما في تونس، مش كيما نراكم كل هوني الملاوي معناها سيت اون باد وجينيرالمون يشريوها حاضره من الكوش مش حتى يخدموها هما، فهمت؟ سي تري رار انك تلقى شكون يعمل البات هونيا، فهمت؟ جينيرالمون تلقاه عنده بيله نتاع ملاوي وشاريها من الكوش من الصباح يحطها على الوحده، يحط الهريسه يتالي الهريسه فرماج واحد كل ساعه. تعرف حاجه مالك، راهو الملاوي هنا على الملفوف، احنا نقولوا له ملفوف مشكل فيه هنا، مش فرد مش فرد مش مش فرد بات جمله. لا ذوق الملاوي بتاع تونس مش كيف جمله. السبيسياليتي هذيا اللي هي وادا لام ستاكوفيتش موسكوفيتش كوسكوفيتش ميسكوفيتش ميسكوفيتش. دونك تلقاوها في شو اسمها القهوه؟ وادا لام كلود الان. دونك تلقاوها في كلود الان، هو هي فما بيان سور باردو في السياق باب حر هذيا باب حر دبخي عليه قال لك بالنسبه لي هو واحدة. بالنسبه لي لازم تقول بالنسبه لي سينو يبي مش تكون هذه احسن واحده ناخذ ريس بالنسبه لي ناخذ ريس. قال لك احسن واحده هوني ولا القهوه هذه اللي هي كلود الان. كلود الان باب حر باب حر لا سي او سونداج باش نشوفوا مشيو عايشه عايشه ولا حشيش. هو نورمالمون ماشي بحشيشه لا هكاك ماني باش نحكي لك انا ديجا وانا جاي بارابور ملي سمعت حشيشه برشا مرات. دونك اخر ادريس كوار مشيو ليفينمون اللي عندنا تيديكس شويه اخر دونك قلنا نسكروا بالجواجم باش نكملوا بالجواجم معناها نكملوا بالجواجم. دونك سيلون السونداج اللي عملناه 71% كمام حشيشه. دونك ولا مشيو جا دونك فما وين تبنك. انا في بالي على باز معناها تهز معاك و معناها امبورتي كما يقول التونس تهز معك امبورتي. والفازه الجنيه انه ما يعملوا زاد سمعت يعملوا صحلب مالك اللي ما فهمتش يعملوا درا بال بالسعر المقبل نورمالمون بنوت كوكو بنورمالمون. ويبقى احنا جينا على الجواجم دونك اللي يحب يعمل درا عنده الى الشوا. دونك الجواجم لو فامو جواجم دونك حسب تشوف فك بصراحه حاجه رعب على الاخر مصدق وي لي زانغريديون كونسيستون بالبي بالبي اكزاكتومون ماهوش بتاع واحد هذايا ب 12 دينار هذايا مينيموم تاع 1000. هو شكون ياكل هذا وحده معناها؟ بالنسبه لي لي امبوسيبل. هو بتاع شنو؟ بتاع صباح اكثر صباح معناها يمشي تاع صباح باهي. اوه كريم شونتيي بتاع دوخ يشدك نهار جوست ناكلو
ومن بعد نحب نسال انا شنو الفرق بين هذا الجوجم في تونس. خاطر لي كوش ماهوش هما نفسهم. هذاك شنو نقول لك؟ المغرفه الاولى راهي حاجه اخرى ومن بعد تلقى الجو الحقاني، فهمت؟ ممكن كانت تنحي الكعبوره وتخلط. جوستومون نيكليير صراحه الجواج جوستومون باللي زيتاق كل تاق والجو نتاعو معناها قد ما تغطس قد ما اللي باش تبدل الجو معناها صحيح. مش حلو؟ اي فما فيه دقله ابارامون. اي فيه دقله. هي اللي محددته معناها ديكلو بانا دوك ايكليبر طياره صحيح طيب. يتعب قويه نحكي لك قبل معناها الجواج من القديم اللي ما غير البسكوي والغله وكل تبدا تاكل في النص راك تحس بوفيه شالور تحس عرق صحيح وما عادش نجم فهمت ممكن هذاك علاش خفوه فهمت خاطر بالحق راه كانت لا خير هكا خير معناها زادوا فيه زادوا فيه الفاكهه وكذا جو بونس يزيد يتعب اكثر معناها من الغله مش الفاكهه هما من الاول الفاكهه نقصوا الفاكهه زادوا في الغله فهمت امتي ديتاي جات في وقت من الاوقات معناها واحد عروس ولا حاجه يهديوا له ان كرون بوكال نتاع نتاع جواج مليح فهمت ممكن البسكوي هذاك الفتفت يعطي يعطي تكستور اخرى انتريسونت على تخيل تروحي باش ناكل صوص مغارف ولا بجوي ماذا بيك ديما ترجع والله فاليدي فاليدي على الاخر نتاع تونس كيفاش شنو الفرق ولا حسين قول لنا انت في السونتر فيل اللي خذيته جواج ما خذيته في اريانا وقت في رمضان وين القبي ذاك الدخله نتاع اريانا من غادي يحط لك هكا ربطه كيما لما نامز الشوكولاته هذيك ويحط في فرويسي كما كعبتين وكعبه وهكا معناه بوجوريه هو سنرينا فوار سنرينا اللي ذقتهم اللي ذقته في تونس غينا فوار الجو ياسر اندستريال صراحة نتاع ياغورت تحس ياغورت ماهوش عربي 100% بالحق معناها تحسوا اندستريال معناها الجو نتاعو ماهوش بور ولي زانغريون اللي يحطوهم مش هما كان تاع جلجلان وديجا حتى الكاليتي تاع الجلجلان هذايا بصراحة تحسوا مقدود في الدار معناها تحس لي زانغريون تحسوا في الدار معناها عملتوا لك خالتك مثال ولا تمشي كان خالتك صحيح ماغريب لون سيربري انا بالنسبه لي ما عرفتش تخيل يقول لي عندي دي سوفنير معاه اللي انا ما عجبنيش قبل ممكن في تونس هذاك علاش وانا جاي ما في مخي مش في عجبني الحقيقه برجولي طايره ولا تو في تيديكس مش لازم نحكي واحنا تو انا مش نبرك انا مانيش عارف ما نعرفش الفلوج شنو نكملوا نكملوا تيديكس بتبيعها نورمالمون ما عرفتش ناكلوا تو حتى تكشف اللي بعد غدوه ما نعرفش هاي نورمالمون بصراحه دونك كملوا تيديكس دونك توا كملنا ليفينمون برجايه سيتي مانيفيك على الاخر طياره على الاخر الببليك حس كما كونسير مش صحيح اي والله والله يا رب وسويق فرحوا بينا الناس الكل يعطيكم الصحه يس يس دونك وفو ميرسي عندنا السيدي هذوما ثلاثه تخوا تي شيرت دونك كول تايم هذا اس وكوا وفينا ال دونك باش نخليوهم ما لقيناش كيفاش باش نمدوهم للعباد دونك باش نخليو المراوي هذوما سبيسيال كول تايم وجاعه ولا جيف واي ما نجموش نمشيو وما معناها ما نعملوش فازا صفاقس دونك شقاهم في الريسبسيون اللي يجي الاولاني فوالا اللي يجي الاولاني الريسبسيون تاع البزنس اوتيل 5 اوت وي 5 اوت بزنس اوتيل دونك اللي يجي الاولاني ياخذ البول نتاعو ويعمل بيه ستوري ويهبط له ويخليكم ويعمل بيه ستوري ويتاقي كل تايم هو راه وصل هذا ديستيني اكثر العباد اللي كانوا في الكونفرنس صحيح وقلنا لهم باش تجيو لهوني بعد ما يكملوا الكونفرنس صحيح بعد ما طابت الحلقه هذه باز باش نبداو فيها هو نورمالمون تاع ستوري الكلام هذا صحيح انا ما ينساش انا كنت لازم نعمل الحب دخلناها في الاوترو برا خويا دونك ابيزود هنا
ايبيزود هنا، ابوني في الوسط، باي باي.